بسم الله الرحمن الرحيم. على بركة الله ينطلق المؤتمر الثاني للميثاق الوطني العراقي تحت عنوان الميثاق الوطني العراقي ومسؤوليات المرحلة. ينطلق هذا المؤتمر في ظروف حساسة يمر بها العراق وفي منعطف خطير من تاريخه السياسي والوجودي، لذلك استشعرت قوى الميثاق الوطني على ضرورة انطلاق المؤتمر الثاني أيضا في ظروف يمر بها العالم، وهي ظروف بالغة الحساسية بجائحة كورونا. ورغم هذه الظروف القاسية آثر على نفسه أن ينعقد هذا المؤتمر من أجل انطلاقة جديدة ستعمل على تأسيس قاعدة للعمل المشترك العراقي من أجل إنقاذ العراق من نظام المحاصصة الطائفية وأحزابه الفاسدة التي أوغلت بالدم العراقي وبالمال العراقي وبالسيادة العراقية. وعلى هذا الأساس يأتي انعقاد هذا المؤتمر اليوم الموافق 3/3 من عام 2021 في إسطنبول تركيا، لحقيقة الخروج بتوصيات وبمؤتمر أو ببيان ختامي يوضح كثير من المداولات والمناقشات التي جرت بين القوى العراقية. وإذ نفتتح الكلمة الأولى للمؤتمر الثاني للميثاق الوطني العراقي يلقيها الأستاذ وليد الزبيدي عضو اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي، والتي ستكون بعنوان مرتكزات الميثاق الوطني العراقي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا للحضور وشكرا للدكتور عبد القادر رئيس الجلسة. وبالتأكيد صعوبات كبيرة حالت دون حضور عدد آخر وأكبر، ولكن أن يتحقق الحضور أفضل من أن لا يتحقق. موضوع المرتكزات الخاصة بالميثاق الوطني العراقي أظن بأن الحديث عنها مهم، وهو حديث يكون مختصر ولا يحتاج إلى كثير من الشرح والتحليل وإيراد الأمثلة. أي مشروع عندما تكون مرتكزاته سليمة بالتأكيد تكون مخرجاته سليمة أيضا وناجحة. عندما نقول أي مشروع آسف انطلاقا من العائلة الصغيرة، إذا كانت مرتكزاتها سليمة بالتأكيد تكون النشاطات والفعاليات سليمة ولها دور إيجابي في المجتمع. ينطبق هذا على المشاريع العلمية والأكاديمية والصناعية وغيرها. وعندما نطرح مرتكزات المشروع الوطني العراقي فهو يطرح بثقة عالية. بالمقابل هناك أحزاب وحركات وشخصيات عملت في الخط الثاني منذ بداية الاحتلال، وهم ينقسمون إلى قسمين: الذين جاءوا مع المحتل الأمريكي في ربيع عام 2003، والذين التحقوا بالعملية السياسية بعد ذلك كأحزاب أو هيئات أو شخصيات. يقف مع هؤلاء جميع الذين أيدوا هذه الأحزاب، والبعض للأسف باركوا نشاطها وفعالياتها، ويصنف هؤلاء من مثقفين أو هكذا يسمى وإعلاميين، والبعض مفكرين يطلق عليهم، وصولا إلى علماء دين وشيوخ عشائر. وفي الحقيقة هذا موضوع يحتاج إلى كثير من الحديث، ولكن نتيجة للممارسات السيئة والسلبية الخطيرة التي بدرت من جميع هؤلاء وحتى من الذين أيدوهم، ف
يمكن القول أنهم لم يعتمدوا أي مرتكز سليم، وعدم اعتماد مرتكز سليم بمعنى أنه النتائج المترتبة أو المحتومة لفعالياتهم ونشاطاتهم أضرت بالمجتمع العراقي ضررا بالغا وخطيرا، ووضعت أسس تدميرية وتخريبية لبنية المجتمع العراقي ولمستقبل أجياله. بالمقابل عندما نتحدث بكل وضوح وجرأة وصراحة عن مرتكزات المشروع الوطني العراقي، لأن هذه المرتكزات أولا هي امتداد طبيعي للشخصيات والهيئات والكتل حتى الأشخاص المستقلين الذين قدموا قراءة واضحة ودقيقة للاحتلال الأمريكي منذ أيامه الأولى، وتصدوا بكل جرأة ووضوح لكل خطوة حاول الاحتلال أن يثبتها في ثنايا المجتمع العراقي. نتحدث من الاحتلال كفعل عسكري وكيف كان موقف القوى الوطنية، نتحدث عن ما سمي بمجلس الحكم الذي أطلقه بول بريمر منتصف تموز 2003، نتحدث عن قانون إدارة الدولة الذي بدأ النقاش فيه في مطلع شهر 11 2003، واعتمدوه في شهر 3 2004. نتحدث عن جرائم الجيش الأمريكي في العراق، الاعتقالات والتعذيب، عن السرقات الهائلة التي نفذها أقطاب العملية السياسية، ومن ثم ما سمي بالانتخابات ابتداء من 30/1/2005، ومن ثم ما سمي بالدستور في الاستفتاء عليه في 15/10/2005، وانتخابات 15/12/2005، وبعد ذلك أصبحت مسارات العملية السياسية والقائمين عليها والداعمين لها بخط تخريبي وتدمير المجتمع العراقي. بالمقابل ثبتت الرؤية الدقيقة التي انطلقت من بداية هذه الرحلة السوداء والمظلمة التي جاءوا بها على البلد. ولهذا باختصار عندما نقول مرتكزات مشروع، هذه المرتكزات اعتمدت رؤية دقيقة ورؤية وقدرة استشرافية بعيدة. هذه المرتكزات وهذه الرؤية لم تحدد أشهر لكي نتخلص من كل المحتل، كانت المرحلة الأولى رفض الاحتلال كمشروع تدميري وتخريبي. مباشرة انطلقت المقاومة، والقائمون على هذه الرؤية دعموا المقاومة بالموقف والكلمة وبكل ما يستطيعون، وهو عمل مشروع لا يستطيع أحد أن ينكر ذلك. بالمقابل وقف ضد المقاومة التي هي القوة الأساسية ضد الاحتلال جميع الأحزاب والكتل والشخصيات التي دخلت في العملية السياسية، بل وضعوا خطط والتعاون مع المحتل أولاً ومع دول أخرى لمطاردة المقاومة ومحاولة القضاء عليها. في النهاية موقف القوى الوطنية والشخصيات ودعم فعل المقاومة والحالة المتهرئة للاحتلال ومن معه أظهرت بشكل واضح وجلي أن هؤلاء في القمة وهؤلاء لنقول في السفحة وأدنى من ذلك. فهذا المرتكز الأساس وهو الرؤية الاستشرافية والثبات على الموقف والوقوف ضد هيمنة الاحتلال والعملية السياسية، ونذكر بأن الاحتلال يمتلك قوة هائلة عسكرية، ولكن تمكنت المقاومة ومن دعم المقاومة من إلحاق هزيمة كبيرة بالاحتلال، وهذه بالأرقام موثقة. ونتج عن ذلك
أن خسرت الولايات المتحدة اقتصادياً نتيجة الفعل المقاوم. نضج المشروع بالتقادم الزمني، وكلما أوغل المحتل ومن معه والدول التي تدعم هذه العملية السياسية كلما ارتقى المشروع الوطني العراقي بثباته. قد يقول البعض أن قلة من العراقيين دعموا أو وقفوا مع المشروع في انطلاقته، ولكن رغم السنوات الطويلة ورغم المطاردات والاعتقالات وكل أنواع القسوة والضرر بهذا المشروع وشخصياته وما قدم من إغراءات في محاولة لجرجرة هذه القوة المعنوية والبشرية والإنسانية والوطنية، ويمتلكون القوة والمال والسلطة، لكن سنوات طويلة وعجاف، والثبات هو السمة الأساسية لمن عمل في المشروع الوطني ولمن دعمه. بعد هذه السنوات الآن من يلقي نظرة فاحصة للمجتمع العراقي، لنقل المتمثلة بالاحتجاجات والتظاهرات، هؤلاء جميعا يعتمدون رؤية واستشراف القائمين على المشروع الوطني العراقي منذ بدايته، وأعتقد هذا يعطي دعم كبير للمشروع وأمل كبير في أنه يتسع ويزداد قوة وصلابة، وإن كانت الظروف لنعترف قاسية وصعبة وليست سهلة، ولكن بالتأكيد لن تكون هناك حاجة زمنية للسنوات الطويلة التي أمضاها العراق وهي سنوات محتومة عليه. وأعتقد قصر هذه المدة تعتمد على نضوج الوعي في الشارع العراقي، وهذا الوعي من أهم مظاهره الهتافات والشعارات والصدامات مع أجهزة السلطة، ورفض الأجيال القديمة والجديدة وحتى الأطفال. تلاحظون بأن الذين يغتالون أعمارهم 12 سنة و 13 سنة. هذه الصورة الجمعية تعطي جوهر المرتكز الذي قام عليه المشروع الوطني العراقي. لا أريد أن أطيل، ولكن تفائلوا وإن شاء الله المستقبل مع العراق. شكرا. شكرا جزيلا للدكتور وليد الزبيدي على هذه البارقات المهمة في مرتكزات الميثاق الوطني والعمل الوطني العراقي. ومن المؤكد تماما أنه حقيقة بعد هزيمة مشروع الاحتلال الأمريكي العسكري، الآن حقيقة العملية السياسية الحالية أيضا تترنح نحو الانهيار، ونحن في منعطف تاريخي من تاريخ العراق، منعطف مهم، لأنه مشروع التدمير الذي أقره الاحتلال في مجلس الحكم التي ذكر بوادره الدكتور وليد، هو هذا المشروع كان محدد له فترة زمنية 20 سنة، والآن هذه 20 سنة بدأت بالانجلاء عن العراق، ونحن أمام مرحلة قادمة. لذلك حقيقة مطمئنين إلى انهيار المشروع السياسي الطائفي الذي اعتمد على بقاء العراق ضمن صراعات طائفية وإقليمية ودولية، مما أثرت على الشعب العراقي، لأنه حقيقة النظام السياسي في العراق وصل إلى مرحلة الانغلاق التام والرفض الشعبي. الآن مع الكلمة الثانية للدكتور ثامر العلواني، عضو اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي، والذي سيتحدث فيها عن مسارات الميثاق الوطني والتطلعات المستقبلية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. فإن ما لا شك فيه أن العراق وشعبه يعيش منذ احتلاله منذ 2003 من قبل الولايات المتحدة الأمريكية بدوامة العنف والصراع والاقتتال والحروب الداخلية التي ألقت بالشعب العراقي في واد سحيق مملوء بالمشاكل والاضطرابات التي لم تنتهي ولن تنتهي بوجود العملية السياسية المشوهة التي أسست على مبدأ المحاصصة الطائفية والعرقية، ثم تحولت بمرور الوقت إلى أن تكون تحت سيطرة الميليشيات الطائفية الموالية لإيران والتي تتحرك بتوجيهات وأوامر إيرانية. ولم يكن ذلك خافيا لا على المقاومة العراقية ولا على الجهات المناهضة
للاحتلال والعملية السياسية، إلا أن رؤية المقاومة العراقية في حينها وكذلك الجهات المناهضة للاحتلال وعمليته السياسية أن تسلك طريق مقاومة المحتل بالوسائل المشروعة والممكنة في حينها، وقد تفننت هذه القوى بطرق المقاومة ونجحت في كشف الأكذوبة الأمريكية الكبرى حين ادعت أنها جاءت لتحرير العراق وأنها أتت لجلب الديمقراطية، والحقيقة أن الشعب العراقي لم يعرف من الديمقراطية الأمريكية إلا دعمها لسفاكي الدماء وحمايتها لمن يزهق أرواح العراقيين وأحداث 2006 و2007 وأحداث ما بعد 2014 إلى يومنا هذا شاهد على ذلك، والمقابر الجماعية إلى الآن هي تكتشف بعشرات المقابر في كل المحافظات التي دخلتها هذه الميليشيات الإجرامية، حيث كانت فرق الموت الطائفية تقتحم أحياء العاصمة بغداد وتعتقل شبابها ثم تقتلهم وتلقيهم في شوارع العاصمة بغداد وغيرها، وكل ذلك كان يجري بحماية القوات الأمريكية، وبذلك تكون أكذوبة الديمقراطية الأمريكية التي حاولت أمريكا وبكل إمكاناتها الترويج لها قد انكشفت للعالم، فأصبح العالم يعرف اليوم تماما الوضع المأساوي الذي يعيشه العراقيون بسبب الاحتلال وعمليته السياسية المشوهة. وفي ظل الظروف العصيبة التي يمر بها العراق وشعبه كان لزاما على القوى والجبهات الوطنية التي تعمل على إنقاذ العراق من الضياع وهي حريصة على أمن وسلامة الشعب العراقي ومستقبله أن تبادر بمشروع وطني جامع يقف بوجه آلات القتل والدمار المتمثلة بالحكومة الاستبدادية والأحزاب الطائفية والميليشيات الإرهابية التي تسير في مشروع تدمير العراق وإنهائه بشكل كامل لجعله ساحة للمشروع الإيراني التوسعي في المنطقة. وكان لابد أن يتغير أسلوب المقاومة ومناهضة العملية السياسية بطرق جديدة، لأن المتغيرات التي حصلت في المنطقة تستوجب تغيرا في أسلوب المواجهة، فكان واجب القوى الوطنية أن تواكب الأحداث والتطورات لمواجهة مشروع تدمير العراق، وأن تعمل على مشروع يمكن من خلاله جمع المتفرقين والمناهضين للعملية السياسية للوقوف صفا واحدا أمام آلات القتل والدمار، وأيضا لإفشال مشاريع الأعداء في الداخل والخارج الذين يستهدفون العراق أرضا وشعبا بكل حقد وكراهية. ولأجل ذلك انطلق الميثاق الوطني العراقي في مثل هذا اليوم من عام 2019 ليكون العقد الوطني الذي من خلاله يمكن لكل الجهات الوطنية المناهضة العملية السياسية الحالية أن تعمل في ظل هذا الميثاق الذي حاول أن يجمع القوى الوطنية في واجهة سياسية موحدة تأخذ على عاتقها توحيد الجهد الوطني وتنمية خطواته للتعاطي مع تطورات الأحداث في العراق والمنطقة وفق المبادئ العامة والثوابت الراسخة، خصوصا إذا علمنا أن هذه القوى التي انطلقت بالميثاق وأعلنته لها تجارب ومواقف في مواجهة الاحتلال ومقاومته، حتى أنها استطاعت في وقت مبكر أن تبعثر مشروع الاحتلال الأمريكي في المنطقة. ولعل من أهم ما يميز الميثاق الوطني العراقي هو القيام بأعمال وطنية واحدة مع عدم إلغاء خصوصيات كل جهة أو حركة، وهو أيضا لا يدعو إلى دمج المناهج الفكرية المتعددة بمنهج واحد، ولا يؤمن بالقيادة الفردية التي تكون طريقا لإقصاء الآخرين، لأن فكرة المنهاج في حقيقتها هي أن يكون المنهاج منهاج عمل واقعي ينطلق من قاعدة العمل بالمشتركات من أجل إحياء الهوية الوطنية العراقية. وبذلك يمكن أن نقول إن القوى المنضوية تحت هذا الميثاق وصلت إلى حالة من النضوج السياسي المستند إلى تجارب سابقة، لأنه يعطي واقعا مشرقا بأن الوصول إلى صيغة العمل المشترك والتنسيق في ظل وجود الوعي والمسؤولية عند القوى المناهضة للاحتلال ممكنة مع حفظ استحقاق كل مرحلة من مراحل المقاومة. وقد أثبت الميثاق وجوده على الساحة السياسية من خلال نشاطات عدة، ولعل من أهمها
الوقوف مع متظاهري ثورة تشرين ودعمهم وكشف الجرائم والانتهاكات التي ترتكب بحقهم من أجل كبح جماح المجرمين والمفسدين، فضلا عن رؤيته الواضحة في طرح حلول للقضية العراقية وحلول لمشاكل المواطن العراقي الذي يعيش حالة من البؤس والضياع التي يمر بها العراق ولم تسبق لها مثيلا في تاريخه الحديث. ولذلك فإن الميثاق الوطني العراقي راهن ويراهن على أن الشعوب الحية ومنها الشعب العراقي قادر على إفراز قيادات على مستوى عال من المسؤولية والوطنية لتحمل على عاتقها واجب الخلاص. ولا شك أن الظروف الصعبة التي يمر بها العراق والتحديات التي تواجه القوى الوطنية والميثاق الوطني كبيرة، إلا أن أعضاء الميثاق يعون تماما هذا الأمر، ولذلك لا يحبطون من رياح الإفشال العاتية أو كوامن الضعف غير البادية للعلن للوهلة الأولى، لأن تجربة الميثاق الوطني تكاد تكون تجربة فريدة في ظروفها وتوقيتها وخصوصيتها في الحالة العراقية. ولذلك هناك إصرار من القائمين على الميثاق على شق طريقهم رغم الصعاب التي يواجهونها، لأننا نعلم أن الإصرار هو من أولى نقاط الإحساس بالقدرة على تجاوز هذه المرحلة، خصوصا أن أعضاء الميثاق لديهم تصور واضح ومراجعة شاملة للماضي والحاضر. درسوا من خلالها نقاط التوهج من أجل استثمارها، ونقاط الخفوت لأخذ العبرة والدروس منها من أجل رسم أفق جديد يبشر بمستقبل زاهر. وخصوصا أن الميثاق الوطني يعلم ويؤمن بأن الشعب العراقي أصبح اليوم يعي تماما مسؤوليات المرحلة ويعي تماما استمرار مخاطر العملية السياسية، ولذلك فواجب القوى المناهضة للاحتلال والعملية السياسية العمل على توسيع دائرة الوعي الشعبي ووضع خطة عمل لهذه المرحلة لإدارة الصراع بشكل جماعي وتنظيم العمل وفق فن تبادل الأدوار لإنقاذ العراق. وختاما ندعو العراقيين الأصلاء للتفاعل مع الميثاق والتواصل مع إدارته لغرض توسيع قاعدته الشعبية ودفعه إلى الأمام لكي يكون بيتا للوطنيين الأحرار وفق الرؤية الوطنية الثابتة التي تصنع الهوية العراقية. شكرا لكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا للدكتور ثامر العلواني عضو اللجنة العليا للميثاق الوطني على هذا الإيضاح في الرؤية المستقبلية في مسارات العمل للميثاق الوطني العراقي الذي يرتكز على عدة منطلقات داخلية وخارجية، ولعل من أهم المنطلق الخارجي الدولي الذي عمل عليه الميثاق الوطني طوال الفترة الماضية هو ملف حقوق الإنسان، الذي أصبح هذا الملف حقيقة وصمة عار بوجه العملية السياسية وأحزابها وميليشياتها التي انتهكت وسفكت الدم العراقي من خلال القتل المتعمد ومن خلال الخطف ومن خلال التهجير القسري ومن خلال ملف النازحين ومن خلال التطهير العرقي لبعض المدن العراقية، وما يحدث الآن واضح تماما. لذلك كان الميثاق الوطني دور بارز في هذه القضية. والآن أنتقل بحضراتكم من إسطنبول إلى لندن لسماع كلمة الدكتورة فاطمة العاني عضوة اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي، وكلمتها ستكون حقيقة عن دور الميثاق أو جهود الميثاق الوطني العراقي في مجال حقوق الإنسان. بسم الله الرحمن الرحيم. كيف تصدى الميثاق الوطني العراقي لملف حقوق الإنسان؟ من أولويات الميثاق الوطني العراقي هو ملف حقوق الإنسان، خاصة وأن الأوضاع الإنسانية والحقوقية في العراق تعيش أسوأ حالاتها وفي تدهور مستمر، فهناك العديد من الجرائم والانتهاكات التي ترتكب بحق الشعب العراقي في ظل صمت دولي مطبق، منها الإعدام خارج القانون، التغييب القسري، تفشي التعذيب داخل السجون، قمع الحريات، وصولا إلى أبسط الحقوق وهي إمكانية الحصول على الماء الصالح للشرب، وإيمانا منا وشعورا منا
بأن ملف حقوق الإنسان يعتبر ركيزة أساسية وداعمة لتقدم وتطور أي مجتمع. لذلك ركزنا انتباهنا واهتمامنا على ملف حقوق الإنسان. إضافة إلى ذلك، فنحن نعي أن الانتهاكات والجرائم التي تحدث في العراق تؤدي إلى زعزعة الأمن في العراق، وبالتالي زعزعة الأمن في المنطقة وفي العالم كله. وهذا فعلا ما حدث وأصبح واضحا للعيان. نحن نعي جيدا أن هذه التوثيقات وهذه البيانات لا بد أن تأتي بثمارها، وهذا ما حدث فعلا. كانت هناك جهات دولية كثيرة تعيش صمتا مطبقا تجاه ما يحدث في العراق، ولكن هذا الوضع تغير، خاصة بعد الاعتصامات والتظاهرات التي قام بها الشباب في أكتوبر عام 2019، فقد كانت لها أثر فاعل في كشف المجرمين الحقيقيين والدور الحكومي والميليشياوي المخزي في التصدي للشباب وقمعهم بمختلف الأساليب والطرق الوحشية، مما أخرج سفارات الدول عن صمتها والمنظمات عن صمتها في حملة كبيرة للتنديد بما يجري، على الأقل بالتنديد لما يجري في العراق. وهذا في الحقيقة ليست نهاية المطاف، بل هو بداية المطاف. هذا يعني أن هذه الدول سوف لن تسكت، ولا بد في المستقبل أن يتخذ إجراءات، وهذا ما حدث أيضا، وهذا ما يحدث فعلا. فالآن أصبحت هناك ضغوط تمارس على العراق من أجل إيقاف هذه الانتهاكات، من أجل تحسين الوضع الحقوقي في العراق، خاصة وأن هذه الجرائم ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وخاصة منها التغييب القسري الذي أثر سلبيا على حياة العراقيين. إضافة إلى ذلك، فإن للميثاق الوطني العراقي دور مهم في حضور الاجتماعات الدورية والحوارات والمناقشات التي تتعلق بملف حقوق الإنسان، بغية إيجاد حلول. إضافة إلى ذلك، من أجل إسماع صوت المنظمات والمراكز المستقلة التي لا تتبع إلى الحكومة، وإبداء رأيها بما يتعلق بهذا الملف. إضافة إلى ذلك، فلدينا نشاطات في التحاور مع مختلف الشخصيات والمراكز والمنظمات الحقوقية، بغية التعاون من أجل إيجاد واقع حقوقي أفضل في العراق وإطلاعهم على ما يحدث في العراق. عملنا دائما على إيجاد مصادر موثوقة للمعلومات ومصادر حقيقية، لأننا نعرف جيدا أن المصادر الحقيقية الموثوقة سوف تعزز الإجراءات التي من الممكن أن يمارسها المجتمع الدولي، والتدابير التي يمكن أن يتخذها المجتمع الدولي ضد مرتكبي هذه الانتهاكات. وهذا ما حدث فعلا. فمن خلال التوثيقات المهمة لما حدث المتظاهرين في عام 2019، أدى ذلك إلى سحب عضوية تمثيل العراق لقارة آسيا في مجلس جنيف الدولي لحقوق الإنسان. إضافة إلى ذلك، فقد أدت التوثيقات المهمة إلى وضع العراق في القائمة السوداء، قائمة العار، نظرا للكشف عن قيام العراق من خلال ميليشياته بتجنيد الأطفال، وهذا يعتبر خرقا للمواثيق والاتفاقيات الدولية. ولذلك نحن نؤكد على أن التزام العراق بالمواثيق والمعاهدات الدولية يعتبر جزءا مهما لا يتجزأ من تحسين حالة حقوق الإنسان في العراق، إضافة إلى توعية الجماهير بدورهم الفاعل
الذي هو يعتبر أساسي من أجل الدفع بعجلة حقوق الإنسان نحو التقدم من خلال إبراز وأظهار هذه الانتهاكات، لأنه سوف تؤدي إلى إيجاد الحلول والحد من هذه الانتهاكات ومحاسبة مرتكبيها. وفي الختام نتمنى للمؤتمر الثاني النجاح في العمل وتحقيق العدالة. شكرا للدكتورة فاطمة على هذا الإيجاز في عمل الميثاق الوطني في حقوق الإنسان. ومن المعلوم تماما أن الميثاق الوطني ركز على العشائر العراقية التي تعتبر صمام وحدة العراق، لأن هذه العشائر تتنوع في طياتها المذهبية وغيرها، ويمكن أن تكون لها دورا أساسيا في نهضة العراق القادمة. لذلك حقيقة كان هناك اهتماما بالغا في عملية جمع ووحدة كلمة شيوخ القبائل، وكذلك الدور المنهجي للعشائر وتحمل المسؤوليات الحقيقية. فننتقل إلى أربيل لسماع كلمة الشيخ يحيى السنبل، عضو اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي وأمين عام مجلس شيوخ عشائر الثورة العراقية، والتي ستكون دور العشائر العراقية في الميثاق الوطني العراقي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الإخوة الأفاضل، منذ 18 عاما والعراق يعيش حالة استثنائية يتصدى فيها شعبنا بكل فئاته وقومياته وأديانه إلى مشروع المحتل وأدواته باستهداف الهوية الوطنية العراقية والعمل على استئصالها ومحوها من خلال بث سموم الطائفية وبذر الكراهية بين أبناء العراق وانعدام المستقبل والانحدار بالبلاد نحو الهاوية في كل المجالات. ومع انتشار الميليشيات وعصابات الإجرام والإرهاب التي جعلت الفوضى والاضطراب هي الحياة السائدة للعراقيين، وتعمل الأحزاب الفاسدة وأدواتها الغادرة على تمزيق الأواصر المجتمعية بعد إن استهدفت كل الشرائح والقطاعات وأجهزت على مفاصل الدولة الحيوية، وما قامت به الحكومات الطائفية المتعاقبة بظل الاحتلال بمواجهة مطالب الشعب المشروعة بالقمع والقتل والتنكر لكل الحقوق، وفي ظل ظروف مريرة يمر بها شعبنا العراقي، جاء الميثاق الوطني العراقي للقوى والحركات الوطنية المناهضة للاحتلال تأكيدا على اللحمة الوطنية والعمل على الوقوف صفا واحدا بوجه مشروع الاحتلال الذي كان من صميم أجنداته استهداف النسيج الاجتماعي لشعبنا. أيها الإخوة الأعزاء، إن مجلس شيوخ عشائر الثورة العراقية أحد الكيانات الرئيسية في الميثاق الوطني العراقي، قد عمل على بلورة موقف العشائر والقبائل العراقية تجاه القضايا المصيرية والتصدي لحالة الإرباك والفوضى التي سادت المشهد العراقي. وقد شارك مجلس شيوخ عشائر الثورة العراقية بكل الفعاليات المجتمعية من خلال الاعتصامات والتظاهرات المطالبة بالحقوق المشروعة لشعبنا والمنددة بالأعمال الإجرامية بانتهاك حقوق الإنسان التي ترتكبها الميليشيات والأجهزة القمعية لأحزاب الاحتلال الفاسدة. كما عمل المجلس على توحيد رؤية العشائر العراقية بالحفاظ على الهوية الوطنية الجامعة لكل العراقيين ضد التمييز الطائفي
الذي تنتهجه حكومات الاحتلال المتعاقبة وأحزاب الفساد. وإن المجلس إذ يبذل قصارى جهده مع كل القوى الوطنية الفاعلة على الساحة لإلغاء حالات الإقصاء والتهميش وقطع الأرزاق، والعمل على نشر ثقافة التسامح والتعايش بين كل المكونات العراقية، وأن يكون العراقي ذا حرية في إبداء رأيه وذا عزة وكرامة على أرضه وفي بلده. إن قوى الميثاق الوطني العراقي أمامها درب طويل في مقارعة المحتل وأدواته وحكوماته وميليشياته التي تمارس القمع ضد شبابنا الثائر منذ أكثر من عام لاستحصال حقوقه وإزاحة هذه الطغمة الفاسدة التي تتحكم بمقدراته وتنهب ثرواته. والله الهادي إلى سواء السبيل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها السادة الكرام، من المعلوم تماما أن الميثاق الوطني العراقي في جعبته الكثير من العمل من أجل إيصال الوحدة الحقيقية في العمل المشترك للقوى الوطنية العراقية والشخصيات الوطنية. فالعراق اليوم يتعرض إلى نازلة كبيرة أدت إلى نزوح أو تهجير، يعني تهجير قسري إلى أكثر من 5 مليون عراقي خارج العراق، وبالتالي ينبغي أن يكون هناك جهدا لحقيقة بلورة عمل للشخصيات الوطنية من أجل الاستماع لرؤياهم في قضية العمل المشترك وفي عملية وفي كذلك في كيفية إنقاذ العراق. لذلك ستأتي كلمة الأستاذ حاتم الفلاحي ضيف المؤتمر الثاني للميثاق الوطني العراقي عن المرحلة الراهنة وتحديات العمل السياسي المشترك في هذا الإطار. فليتفضل الأستاذ. السادة أعضاء اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي، السادة الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمحوا لي بداية في مستهل هذه الكلمة أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي على دعوتهم الكريمة لحضور هذا المؤتمر، والشكر موصول إلى جميع الأخوة القائمين والمساهمين على إعداد وتنظيم هذا المؤتمر الذي يأتي في ظروف صعبة ومعقدة يمر بها العراق والمنطقة، تتطلب من الجميع وقفة جادة ومساهمة حقيقية للنهوض بالواقع السياسي المتردي الذي وصل إليه العراق على كافة المستويات. السادة الحضور، لا شك بأن العراق اليوم يمر بمرحلة خطيرة وتحديات صعبة ومعقدة على المستوى الداخلي والخارجي جراء فساد نظامه السياسي الحاكم وتبعية قراره للخارج واعتماده على مبدأ المحاصصة الطائفية في تقاسم السلطة والنفوذ، الأمر الذي أدى إلى تفشي الفساد المالي والإداري وهدم مؤسسات الدولة وإضعافها، ليصبح مبدأ المحسوبية والمنسوبية هو الأساس في تولي المناصب العليا والوظائف العامة بغض النظر عن الكفاءة العلمية والمؤهلات الشخصية، بالإضافة إلى سيطرة الميليشيات المسلحة التابعة لإيران على المفاصل الحيوية للدولة وفرض إرادتها بقوة السلاح رغم الرفض الشعبي لهذا النفوذ. إن تطور الأحداث في العراق أنتج وعي وثقافة جديدة في الشارع العراقي تدعو إلى نبذ الأحزاب الطائفية والعملية السياسية التي تجاهلت القاعدة الشعبية التي فقدت الثقة بهذه المسميات والأحزاب وجعلتها تمر بمأزق حقيقي وخطير يهدد بزوال نفوذها السياسي والاجتماعي، بحيث أصبحت هناك قناعة جديدة وراسخة تقول بأنه لا مجال للإصلاح ما دامت الطبقة السياسية الحاكمة هي التي تتصدر المشهد السياسي منذ عام 2003، والتي أوصلت العراق إلى فوضى عارمة تضرب جميع مفاصل الدولة العراقية، والذي ترتب عليه انهيار أمني واقتصادي واجتماعي وصحي، بالإضافة إلى غياب التخطيط الإداري وانتشار الفقر وتفشي البطالة وغياب الخدمات الأساسية للمواطن العراقي، ناهيك عن انتشار السلاح
المنفلت خارج إطار الدولة والذي تستخدمه الميليشيات لتنفيذ أجندة حزبية ضيقة ومشاريع أيديولوجية خارجية بحجة محاربة الإرهاب، بعد أن نهبت الثروات وصادرت الحريات ومزقت البلد ودمرت نسيجه الاجتماعي، ليصبح العراق مسرحاً للصراعات الخارجية بسبب تبعية النظام السياسي وضعف الحكومات التي حكمت العراق بعد عام 2003. إن هذا الواقع المرير أوجد حالة من الغضب الشعبي العارم الذي تمخض عنه وعي جديد بدأ يتشكل في الساحة العراقية بثقافة وطنية جديدة وشعور بالمسؤولية على كافة المستويات، وظهر لنا جيل جديد من الشباب الطامح إلى التغيير والحرية، والذي خرج بصدور عارية للمطالبة بحقوقه المسلوبة رغم القمع الذي تعرض له على يد الميليشيات المنفلتة التي تعمل خارج سيطرة الدولة بعد أن تواطأت معها الحكومات بل وتسترت على جرائمها. لتزيد من نقمة الشارع العراقي المنتفض على النظام السياسي الحاكم الذي أوجده الاحتلال، ليتحول هذا الوعي إلى احتجاجات عارمة اجتاحت العديد من المدن العراقية من بغداد إلى المدن الجنوبية منذ شهر أكتوبر تشرين الأول عام 2019 وإلى يومنا هذا، والتي جاءت كردة فعل للشارع العراقي الغاضب على سوء إدارة الدولة من قبل أحزاب السلطة التي تعرضت لهزة عنيفة ومفاجئة تجاوزت كل الحسابات الحكومية بأحزابها الطائفية وميليشياتها المسلحة ومراجعها الدينية، بعد أن بلغ السيل الزبا في بلد استباحته خفافيش الظلام وأصبح مرتعاً للعملاء والفاسدين وشذاذ الآفاق، ناهيك عن غياب المشروع الوطني لجميع القوى المشاركة في العملية السياسية، الأمر الذي يهدد بانهيار الدولة العراقية رغم الوعود الوردية بتغيير الحكومات وإجراء الانتخابات المبكرة لتغيير الوضع القائم. أيها السادة، بالنظر إلى هذا الواقع المؤلم وتحديات المرحلة الراهنة التي يمر بها العراق، نؤكد على ضرورة تضافر الجهود ورص الصفوف وتجاوز الخلافات التي لا طائل منها، والعمل على سياسة الانفتاح وتقبل الآخر وتقديم التنازلات والابتعاد عن التناحر والتخندقات الطائفية والإقليمية، وتقديم مصالح العراق العليا على المصالح الشخصية والحزبية والفئوية، والتوافق على أهداف مشتركة لوضع تصور لمستقبل العراق السياسي، لأن التشتت والتشرذم سيؤدي إلى حالة من الضعف والتشظي والانقسام الذي لا يصب في مصلحة العراق وشعبه، وهي فرصة ثمينة يجب استغلالها لطرح مشروع وطني جامع بمسار سياسي مناهض للعملية السياسية القائمة، لأن شعبنا اليوم يتطلع إلى ظهور قيادات سياسية نخبوية واعية قادرة على مواجهة متطلبات المرحلة بترشيد الطاقات وتوجيه الجماهير بجهد جماعي يلبي طموحاتهم في تحقيق أهدافهم على أساس المواطنة والدولة العادلة ومواجهة التحديات للنهوض بالواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي للبلد برؤية وطنية شاملة من خلال تحديد الأهداف والأولويات ووضع الآليات المناسبة والممكنة لتحقيقها. وأنا أدعو من هذا المؤتمر إلى ضرورة تشكيل لجنة عليا تحت مسمى اللجنة العليا لتنسيق العمل الوطني المشترك، تتكون من مجموعة من الشخصيات المؤثرة لغرض التواصل والتنسيق والتشاور مع القوى السياسية الأخرى العاملة والفاعلة في الساحة العراقية في الداخل والخارج، لتقريب وجهات النظر والمساعدة على فهم الآخرين، لبلورة الأفكار والمقترحات وتجاوز الخلافات والمضي قدماً لتحقيق الأهداف المطلوبة. وفي الختام نسأل الله العظيم أن يوفقنا جميعاً لخدمة شعبنا وأمتنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا للأستاذ محمد الفلاحي على هذه الكلمة وعلى هذا المقترح المهم تماما في هذا الإطار، وبالتأكيد العراق يتطلع إلى عمل نخبوي، وإذا لم يكن أهله وأبنائه
النهوض فيه والواجبات والعمل تجاه القاضي، فمن سيكون ذلك؟ الآن حقيقة كلمة للشباب العراقي الذين كان لهم الدور ولا زال لهم الدور، والأمل معقود أيضا عليهم في المستقبل لإنقاذ العراق وإعادة نهضته. كلمة الأستاذة سماح علي زيدان بعنوان دور الشباب في دعم الجهود الوطنية. إنه لشرف لي أن أمثل شباب وشابات العراق في هذا المؤتمر المهم، ومع شخصيات عراقية وطنية لهم منا كل الاحترام والتقدير. إن الميثاق الوطني العراقي أعلن ليكون أمل العراقيين في وحدة القوى العراق الوطنية التي تكافح منذ الأيام الأولى للاحتلال من أجل تحرير العراق وتطهيره من كل أشكال الظلم والفساد. أنا اليوم أوجه خطابي لشباب وشابات العراق وأدعوهم لقراءة الميثاق الوطني والعمل على دعمه، لأنه المظلة التي يمكن من خلالها استيعاب الوعي والعمل على إخراج العراق من مآسيه وألامه، لأن الشباب هم أمل العراق ومستقبله. إن شباب العراق استطاع بوقت قصير إنهاء الطائفية التي زرعها المحتل الأمريكي وغذتها إيران ورسختها الأحزاب السياسية وميليشياتها. لقد استطاع شباب العراق أن يكشف للعالم حقيقة المأساة العراقية منذ 17 عاماً، وقد قدم تضحيات كبيرة وسالت دماؤه الزكية وما زالت مستمرة. ونؤكد للعالم أجمع أن شباب العراق مصرون على استعادة العراق ورفض الدعوات التي تهدف إلى تقسيمه، وسيستمرون في كفاحهم وسعيهم في إعادة سيادة العراق، رافضين التدخل الإيراني وهيمنته على القرار السياسي والأمني والاقتصادي في العراق عبر الأحزاب السياسية والحكومات المتعاقبة. ونؤكد لكم أن شباب العراق يطمح في تأسيس نظام سياسي وطني يرفض المحاصصة الحزبية والطائفية، تكون فيه انتخابات حرة ونزيهة حقيقة تفرز طبقة وأحزاب بسياسة همها وشغلها هو مصلحة العراق، وإنهاء جميع المشاكل والأزمات التي أفرزتها الحقبة الماضية في عهد الاحتلالين الأمريكي والإيراني. ولعل من أهمها إعادة المهاجرين خارج العراق والعودة الآمنة للنازحين داخل العراق، وإنهاء التدهور الاقتصادي المستمر، والعمل على إزالة الفقر والبطالة بإنهاء دولة الفاسدين ومحاكمتهم وإعادة أموال العراق المنهوبة، والاهتمام بالتعليم في العراق ومحاولة رجعه إلى مكانته الكبيرة برفع مستوى الجامعات العراقية ومدارس التربية. ونطمح أيضا بتأسيس مجتمع سليم وقويم تقوم دعائمه على بث الوعي والمعرفة والعلم والفكر في إطار الشريعة الإسلامية الغراء، ومحو كل أشكال الجهل والرجعية بكافة أنماطها من نبت الكراهية والنفاق والكذب وكل ما يفضي إلى الظلام الفكري والذاتي. إننا كشباب الغد ساعين بكل ما أوتينا من عزم وإيمان وثبات ويقين أن نبدد كل مظاهر الاستبداد والظلم والغزو الفكري الذي يتعرض له شعبنا العراقي، ومستعدون بأنوار رسالتنا المحمدية أن ننثر الفكرة المستنيرة والمعرفة الحقيقية والوعي القويم لكي نبني نظاما سياسيا وطنيا سليما من التشوهات. لا بد أن تقوم قدمه على مجتمع حقيقي وفرد مستقيم يملك من الوعي والمعرفة والإدراك ما يؤهله لبناء شعب ونهضة مجتمعات. إن شباب وشابات العراق لن يتراجعوا في مشروع استعادة العراق، وسنكون دائما أوفياء للشهداء والجرحى من العراقيين ولزملائهم الذين قدموا أغلى ما يملكون لأجل العراق، ولأن العراق أمانة في أعناقنا ونحن أبناؤه، الذي يتوجب علينا أن نضحي من أجله ليعود العراق بلدا شامخا عزيزا كريما يعيش شعبه بعزة وكرامة. كل الشكر والعرفان لقادة الميثاق والعاملين معهم لاهتمامهم بفئة الشباب ولعملهم المستمر على مجابهة المسيئين للعراق. أقول شكرا لكم لأنكم ضحيتم بالغالي والنفيس من أجلنا، وأدعو الله تعالى أن يحفظكم ويسدد خطاكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لك. وبالتأكيد الشباب دور مهم في إنقاذ العراق. الآن حقيقة البيان الختامي للمؤتمر الثاني للميثاق الوطني العراقي.
البيان الختامي للمؤتمر الثاني للميثاق الوطني العراقي 20 رجب 1442 هجرية الموافق يوم الأربعاء 3/3/2021 ميلادية. يسير العراق في منعطف خطير من تاريخه الحالي بعد وصول النظام السياسي القائم فيه إلى أفق سياسي مغلق بعد الفشل الكبير والمستمر لأحزاب السلطة الحاكمة وميليشياتها المسلحة، الأمر الذي يجعل استمرار العملية السياسية الحالية زيادة في مأساة الشعب العراقي وخطراً يهدد استقرار المنطقة والسلم والأمن الدوليين، وسبيلاً لجعل العراق ساحة للصراعات الدولية بين عدة أطراف في مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية وإيران وأدواتها. وقد عبر الشعب العراقي وقواه الوطنية عن رفضهم لاستمرار هذه الأوضاع التي يمر بها العراق بسبب نظامه السياسي الفاشل الذي أصبح مصدراً للأزمات الداخلية والخارجية، وأعلن أبناء العراق الغيارى عن مقتهم لاستمرار العملية السياسية الحالية وانتخاباتها الوهمية بشكل واسع ومنظم، وهو ما جعلهم يتعرضون بسبب هذه المواقف الوطنية النبيلة إلى قمع وإرهاب ممنهج من السلطات الحكومية وأحزابها وميليشياتها التي مارست القتل الجماعي والاغتيال والاعتقال والتطهير ضد كل من يطالب بحقه سلمياً من أبناء العراق الساعين إلى إنقاذ الوطن واستعادته، بعد أن فضحوا أكذوبة الديمقراطية والحرية التي ادعت قوات الاحتلال أن إحدى منجزاتها في العراق أيها الشعب العراقي الأصيل، إن وطننا العراق الغالي اجتاز مراحل خطيرة كادت أن تعصف به لولا صبركم وحبكم لبلدكم والدماء الزكية التي قدمتموها. على الرغم من المآسي والمعاناة والآلام التي لن تنتهي ما دامت الأحزاب متنفذة تمسك بزمام الحكم وتعتمد نظام المحاصصة الحزبية والطائفية المفرقة للبلاد والمهددة لأمنها واستقرارها وثرواتها ومقدراتها. وإننا في الميثاق الوطني العراقي نحذر من سعي الطبقة السياسية الحالية إلى الاستمرار في السلطة لإدامة تسلطها على رقاب الشعب العراقي، وهو ما يستوجب منا جميعا أن نقف صفا واحدا أمام هذه الخطوة الخبيثة بكل الوسائل المتاحة. ولا بد من تحميل جميع الأحزاب وميليشياتهم الإرهابية المسؤولية الكاملة على التدهور الذي يمر به العراق والتداعيات الخطيرة على الشعب العراقي وعموم المنطقة. لذا ندعو في الميثاق الوطني العراقي جميع أبناء الشعب العراقي وأحرار العالم إلى تحمل مسؤولياتهم التاريخية والوطنية في التصدي لمحاولات انهياء العراق والعمل الجاد على إنقاذه. ونؤكد على الآتي: أولاً، ضرورة الحوار الجاد والبناء بين القوى العراقية والشخصيات الوطنية والتيارات الشبابية والطلابية لتشكيل موقف موحد وعمل مشترك يهدف إلى تغيير النظام السياسي الحالي وتأسيس مرحلة انتقالية عادلة في إدارة العراق وإعادة بناء مؤسساته المدنية والعسكرية بناء وطنيا وفق منهجية صحيحة وسليمة. ثانيا،
التحرك دوليا وإقليميا لتنسيق موقف موحد في عرض القضية العراق في عرض قضية العراق وشعبه أمام العالم، وبيان الحلول الواقعية التي تطرحها القوى الوطنية في رؤيتها لإنقاذ العراق مما هو فيه. وندعو في هذا السياق جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي ومجلس التعاون الخليجي إلى تحمل مسؤولياتهم التاريخية تجاه العراق وشعبه. ثالثاً، عمدت الأحزاب السياسية وميليشياتها إلى عسكرة العملية السياسية الحالية، وأصبح السلاح هو الذي يحدد شكل الحكومة القادمة، وقد ظهر ذلك واضحاً من خلال الاستعراضات العسكرية للميليشيات الإرهابية في العاصمة بغداد مؤخراً، وهو ما سيجعل جميع الخيارات والوسائل مفتوحة أمام الشعب العراقي لتغيير هذه العملية السياسية الفاشلة. رابعاً، يدين الميثاق العراقي الإرهاب بكل أشكاله وممارساته، وخصوصاً بعد أن أصبحت الأحزاب السياسية وميليشياتها أهم مصدر لوجوده واستمراره، ويستنكر استهداف الشعب العراقي والقصف المتكرر الذي يطال المؤسسات المدنية والأحياء السكنية، والاستيلاء الباطل على حقوق العراقيين في الحياة والعيش الكريم عبر وسائل مختلفة وطرق متعددة، ومنها الإضرار المتعمد بحياة المواطنين في محافظات جنوب العراق، وحرمان شبابها غير المنضوي في الأحزاب من فرص العمل وسبل العيش، والتهجير القسري لأبناء جرف الصخر وعزيز بلد وتلعفر ويثرب وغيرها من المناطق العراقية، ومصادرة أملاك المواطنين ومنهم الأخوة المسيحيين، وفسخ العقود الزراعية بدون وجه حق في بعض مناطق حزام بغداد، وإجبار المواطنين في بغداد وصلاح الدين والأنبار والموصل وديالى وكركوك على بيع منازلهم تحت تهديد السلاح والابتزاز لتنفيذ مشروع التغيير الديمغرافي في العراق. خامساً، يطالب الميثاق الوطني بإخراج العراق من الصراعات الإقليمية والدولية، ويشدد على طرد جميع المنظمات الإرهابية التي تستخدم الأراضي العراقية ساحة لتنفيذ اعتداءاتها الإرهابية المستمرة على دول الجوار، ومنها حزب العمال الكردستاني الذي يحتل قضاء سنجار وتلعفر وبعض المناطق العراقية بعد أن هجر أهلها منها بدعم إيراني ومساندة ميليشيات الحشد الشعبي لهذه المنظمة الإرهابية. سادساً، نطالب مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته وفق القانون الدولي لإخراج هذه المنظمات الإرهابية، ولا سيما من ناحية جرف الصخر التي أصبحت قاعدة عسكرية بإشراف الحرس الثور الإيراني لتدريب الحوثيين وميليشيات فاطميون الأفغانية التي يزج بها للاعتداء على الشعب السوري، وأيضا تنشط فيها فرق الاقتيالات ضد الشعب العراقي وتحولها إلى ترسانة للصواريخ الإيرانية والطيارات المسيرة المفخخة التي تهدد دول الجوار. وختاما، فالعراق أمانة في أعناق الجميع، ويجب علينا السعي الجاد من أجل إطفاء الحرائق التي تريد القضاء عليه بجميع الوسائل، ومنعه وشعبه من النهوض من جديد ليكون بلدا حرا مستقلا يعيش أبناءه بكرامة وأمان وحرية. اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي في 3 آذار عام 2021.
وصلنا إلى مداخلات للضيوف الكرام من الحضور في المؤتمر الثاني للميثاق الوطني العراقي. المداخلة الأولى للشيخ أحمد الغانم الأمين العام لمجلس شيوخ عشائر الجنوب في العراق يلقيها على حضراتكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبي الرحمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يأتي انعقاد المؤتمر الثاني للميثاق الوطني العراقي في وقت حساس ومهم جدا، والعراق على مفترق طرق، وقد كان للميثاق دور مهم جدا في ترتيب وحدة كلمة العشائر من الجنوب إلى الغربية إلى الشمال، لأن العشائر صمام أمان ووحدة الشعب العراقي والقادرة على كسر الطائفية وأي مشروع يهدف إلى تقسيم العراق. واليوم نشهد تطور مهم بأن المشروع الوطني الذي تحمل منهجه قوى الميثاق الوطني العراقي أصبح مبدأ شعبي، وما تظاهرات ثورة تشرين إلا دليل واقعي على ذلك. سبقتها مقاطعات الانتخابات المزورة الفاشلة التي رفضها وقاطعها الشعب العراقي بنسبة تتجاوز 80%. واليوم نحن في مجلس عشائر العراق العربية في جنوب العراق، أحد مكونات الميثاق الوطني العراقي والموقعين على المبادئ الأساسية له، نعمل بكل جد لإنقاذ العراق، ولدينا تحرك واسع من خلال مظلة الميثاق لتوحيد موقف عشائري كبير للمساهمة في إنقاذ العراق وإعادته إلى أهله. ومن هنا أدعو شيوخ العشائر وزعماء القبائل بأن يشملوا عن سواعدهم ويتوكلوا على الله، وترك كل سلبيات الماضي ومراحل السنوات العجاف لانتزاع الوطن الغالي العزيز من إيران المجرمة وميليشياتها وأحزابها الطائفية بكل مسمياتهم، وإذ نثمن التضحيات التي يقدمها الشباب العراقي والمظلومين في السجون والنازحين في المخيمات والمهجرين خارج العراق. علينا أن نضع في أولياتنا أن العراق أمانة في أعناق الرجال، وعشائرنا التي هي منبع المروءة والشجاعة، لأن التاريخ لن يرحم لمن يتخلى أو لا يتراجع عن موقفه السلبي تجاه العراق. نؤكد دعمنا لمشروع الميثاق الوطني العراقي، ونؤيد فقرات البيان الختامي للميثاق الوطني العراقي، وسنعمل يدا واحدة مع جميع العراقيين لإنهاء المأساة العراقية. وفقكم الله جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا للشيخ أحمد الغانم على هذه الكلمات وعلى هذه المداخلة التي أضافت للمؤتمر دور العشائر، وبالفعل العشائر العراقية صمام أمان وحدة العراق. فاروق شريف، قناة الرافدين. إلى أي مدى يرى الميثاق في الحراك الشعبي حوامل تغيير حقيقية، يعني تستطيع أن تمتلك أدوات التغيير وتدرك أبعاده على المستوى الاجتماعي والسياسي والاقتصادي حتى؟ السؤال الثاني، كيف هل تعولون على دور عربي أكثر إيجابية مع قاعدة الميثاق؟ من المؤكد تماماً
أن التظاهرات في العراق أحدثت مسارا واضحا في إنهاء العملية السياسية، لأنها رسخت مفهوما وعيا من خلال رفض النظام السياسي الحالي وعمليته السياسية. بالتالي ساهمت التظاهرات في صناعة هذا الوعي الجمعي في حاضنة وفي مناطق كانت حاضنة للعملية السياسية وكانت حاضنة للميليشيات، فعندما يأتي الرفض من هذه المحافظات إذن أصبح الملف السياسي وصل إلى مرحلة الانغلاق تام مع الشعب، وبالتالي التظاهرات أحدثت هذا الشرخ الكبير. ولذلك نعول على وعي وليس على مبدأ التظاهرات فقط، أن هذا الوعي سيقود إلى انفتاح جديد لاتخاذ وسائل جديدة في تغيير النظام السياسي في العراق. هذه الوسائل متاحة كما معلوم تماما، أنه من حق الشعوب أن تعتمد على عدة وسائل، منها التظاهرات، ومنها يمكن العصيان المدني الذهاب بهذا الإطار. لكن الأصل أنه هذه التظاهرات نعم يعول عليها من خلال أنها أحدثت الوعي، لكن هل أن التظاهرات هي الطريق الأول لتغيير النظام السياسي؟ بالجواب كلا، هناك عدة مراحل أخرى ينبغي أن تسلك شعبيا في إطار العمل الجمعي لانتزاع العراق من هذه الطبقة السياسية التي تتمسك في بقاء نظامها، لأنها تعلم تماما إذا فرطت في هذا النظام لن يبقى لها أي دور في العراق، لأن الشعب العراقي متحامل عليها، حملها المسؤولية، وهي أوغلت بالدم العراقي بالمال العراقي. لكن هذا الوعي الذي نعول عليه من خلال هذه التظاهرات والذي أصبح متغذى بين أبناء الشعب العراقي، أنها أصبحت تدرك تماما عندما قاطعت الانتخابات تلت المقاطعة مظاهرات، وعندما اليوم التظاهرات تقمع بالحديد والنار، فإن هناك الوسائل أصبحت مفتوحة على مصراعيها في خيارات الشعب العراقي لانتزاع العراق، لعل العصيان المدني، لعل عملية الإضراب العام، لعل عملية الانتقال إلى مراحل ربما ستفاجئ الأحزاب السياسية وميليشياتها. لكن بالمؤكد أن الشعب العراقي ومن يفتقد الحاضنة فإنه سيراوح للانتهاء أو سينازع في عملية الانتهاء. لذلك هي أسست لمرحلة أن الحاضنة الشعبية لعموم الشعب العراقي للعملية السياسية قد لفظتها بالكامل، وهذا ما سيجعلها حقيقة من خيارات أخرى أكثر تأثيرا لانتزاع العراق من هذه الطبقة السياسية الفاسدة. أما سؤالك الثاني عن تعويل عن القيادة العربية وما ذلك، أترك الجواب دكتور وليد. شكرا جزيلا. بالتأكيد هذا موضوع واسع وشائك، ولكن سأحاول أن أختصر كثيرا. أخطر أمرين بالنسبة للدول العربية متمثلة بالجامعة العربية حصلت بخصوص غزو العراق: الأول عدم العمل باتفاقية الدفاع العربي المشترك في العراق، بلد مؤسس في الجامعة العربية وتعرض لعدوان، والدول التي لم تقدم الدعم للمحتل لم تقف ضده، وهذا خرق خطير وكبير جدا. الثاني مجلس الحكم سمي بالانتقالي وأسسه المحتل، للأسف الجامعة العربية خصصت مقعد العراق، وهذا أيضا خرق كبير ودعم خطير للعملية السياسية التي جاء بها محتل أمريكي وتبنتها ودعمتها ووظفتها لمصالحها ومشاريعها إيران، وهذا معروف للجميع. وكنا نطالب ونتحدث ونحاول أن نوصل الصوت إلى خطورة العملية السياسية ليس على العراق فقط، وإنما على عموم الأمة العربية وحتى على دول العالم، ولكن استمر الدعم بالمطلق من الدول العربية حكوماتها إعلاميا لهذه العملية السياسية والوقوف ضد القوى الوطنية، وعلى الأقل عدم إتاحة الفرص لممارسة نشاطات القوى الوطنية المناهضة للعملية السياسية والتي وقفت ضد الاحتلال الأمريكي. ولكن في وقت مبكر، يمكن القول من عمر الاحتلال، ظهرت أولى بوادر إدراك خطورة هذه العملية السياسية. فعندما أعلن مشروع الدستور في عام 2005، خرج الأمين العام في ذلك الوقت الجامعة العربية سيد عمرو موسى، ووصف دستور الذي يعلن أو تم الاستفتاء عليه في شهر أكتوبر 2005، قال: هذه وصفة للفتنة.
وبعد ذلك اتخذ موقف، ولكن بعد هذه المرحلة استمر الدعم العربي للعملية السياسية، وكنا نحذر من أن هذه قنابل ستنفجر على الدول العربية. الآن اتضح لهم أن المشروع الإيراني والأمريكي في العراق تحول إلى مشروع أوسع، ومن العراق الآن تنطلق طائرات مسيرة وصواريخ وغيرها على بعض الدول العربية. الموقف العربي سلبي جدا وسيء فيما يتعلق بقضية العراق، والأسف حتى بعد أن أدركوا في السنتين أو الثلاث الأخيرة خطورة هذه العملية السياسية وتداعياتها وارتداداتها عليهم ليس علينا، ما زال الموقف سلبي ولم يكن بالمستوى المطلوب على الأقل لحماية هذه الأمة ولحماية دولهم. شكرا. ختاما نشكر لكم حقيقة عناء السفر وفي ظل هكذا ظروف عصيبة حضوركم، شرفتمونا وسعدنا بكم، وأهلا وسهلا، وإلى أن نلتقي في وقفات وطنية أخرى ونحن نعيش مرحلة إعادة العراق إلى أهله وشعبه، لتجمعنا بغداد في هكذا مؤتمرات. سائلين الله سبحانه وتعالى أن يوفقكم ويوفقنا جميعا لما هو خير للعراق ولشعبه والعمل الجاد لإنقاذه. شكرا لكم وأهلا وسهلا بكم.